ان شاء الله تكونوا مبسوطين ومرتاحين. معكم اونس من قناة اون ستار، تحديات الاسبوع الثاني باخر سيزن، السيزن السادس. بحب بلش اول شيء بقول الله يحمي بلدي لبنان، لننتقل للتحديات واشرح لكم كيف بتخلصوا التحديات كلها، ويفتح لكم الجاك، هذا الجاك تاع الشوت جان. باخر مقطع اشرح وين بتلاقوا هيدي الجاك وشو هو السلاح، وحنجربه احنا وياكم. بس اول شيء خليني ابتدي بالملتي بلاير، باللعب المشترك. اول تحدي بيقول لك اذبح 35 لاعب باكيمبو كيلز، حيالله شيء مزدوج، يعني حيالله شوتجانين مزدوجين، اسمجيان، فردان، كل شيء بتحطه اكيمبو عليه، تذبح 35 ذبحه وبيحسبوا لك ان شاء الله. هذا التحدي شباب، انتوا بس اعملوا خمسه، نقوا اسهل خمسه ما ضروري تعملوهم كلهم. نجرب التحدي الثاني، بيقول لك اذبح 20 لاعب لما تحط سلاح البيرست، يعني ثلاث طلقات مش طلقه. في عندك أسلحة بتحط طلقة طلقة، في أسلحة بتحط رشقة، وأنت بتقلبهم بين الرشقة وبين الطلقة لما تضغط سهم يسار أو سهم نزول باعتاد. المهم البيرس يعني ثلاث طلقات، بيعمل تطط تطط، هيدا هو سلاح البيرس. دوروا على أسلحة البيرس في كتير، أنا بدي على السريع أنزل المقطع لحتى أقدر فيدكم. تاني التحدي بيقول لك اذبح 10 لعيبة بوج بوج هيب فاير، يعني ما تقيم أنت ودغري وج بوج، ويكون دمجه مليان ليحسبوا لك ايه بوينت بلانك، لان اوقات هيدي كلمه بوينت بلانك ما بيحسبوها كثير. او بالميلي كيلز، حيالله شيء بالسكين، اوكي، او بكعب الباروده او بالسكين. ما ترمي السكين عليه، لا بدك تذبحه بكوسه، او انت تحط يعني السكين تحطها كسلاح، مش انه ترمي سكين عليه لحتى يحسبوا الميلي كيلز. اما رابع تحدي بيقول لك اذبح لاعبين بنفس المخزن ثلاث مرات، يعني بتذبح اول لاعب بترجع تاني لاعب بنفس المخزن ثلاث مرات، بيحسبوا لك ايه ان شاء الله. التحديات هول سهلين كتير. بالنسبه للتحدي الخامس بقول لك اذبح 25 لاعب من بعد ما انت تزحت، لما تصير تعمل مثلا ال 3 وار 3، تزحت وتوقف تزحت وتوقف، شو من بعد ما تكون عم بتزحت انت بتذبح، يعني ما كتير تدقق فيهم هول مع اللعب. انت عم تفوت على الخرائط الصغيره وعم تلعب شيبمنت او شيء، بيحسبوا لك اياهم، ما تعتل همهم. بالنسبه كمان هذا التحدي قبل الاخير بيقول لك اذبح 20 لاعب من ورا، يعني من فروم بيهايند، من ورا من الخلف، فهو ماشي اللاعب تغدر فيه تذبحه من الخلف. اما اخر تحدي بيقول لك اذبح 10 لعيبه من بعد ما صاحبك يمرك عليه ويكون مثلا حدك انه هيدا ذبحني، بتقوصه وبيحسبوا لك الكيل، او بدك تكون من بعد ما انت ميت. هيدا كمان شوي بتاخذ معكم وقت، ما تدققوا فيها كثير، العبوا عادي، لان امرار مثلا احيانا انت بتكون حاطط طلقه نار او بتكون حاطط مثلا سمتك بتكب عليه بتموت، بيرجع الثاني العدو تاعك بيموت فبيحسبوا لك اياها كل، فبدك تعمل 10، بتنقوا اي اسهل خمسه وبتعملون. فشغلون يعني كلهم، حطوا الاكيمبو وحطوا مثلا سلاح ثاني بيرس اللي قلت لكم عنه هذا البيرس، وان شاء الله بتخلصوا شيء 6 7 تحديات مع بعض. بالنسبه للتحديات الزومبي كثير سهله كمان، نفس تحديات المالتي بلاير، بس بيقول لك اول تحدي اذبح 150 كمان بالاكيمبو وابن، بتحط حيلا شيء اكيمبو، بدك مسدس او بدك اس ام جي شوت جان، مهم كل شيء يكون مزدوج، يعني سلاح الاكيمبو وسلاح مزدوج، يعني بتحول من سلاح واحد فرد تمسكه بايدك او شوت جان لسلاحين، بيرك بتحطها او رير جريب بتكون بتصير اكيمبو. تاني تحدي بيقول لك كمان اذبح 150 زومبي تكون بيرست فاير مود، يعني ثلاث طلقات ثلاث طلقات، فيكم تستعمل مثلا ام 16 هي كمان ثلاث طلقات. مثل التحدي التالت بيقول لك اذبح 50 بوت، هول البوتات اللي بيكونوا تعول العسكر بقلب الزومبي، 50 واحد كمان سهلين، فيك تعمل مهمات اللي بتجيب البوتات وبتحاول تذبح قد ما بدك. رابع تحدي بيقول لك اذبح 10 لعيبة، عفوا 10 كلات يعني بالزومبي بينج هيت 20، يعني بلا ما تتدمج 20 مرة، يعني بتذبح من بعيد 10 بيحسبوا لك اياها مرة، 10 10 لل20 بلا ما تتدمج، اهم شيء ما تتدمج. ننتقل للتحدي الخامس بيقول لك اذبح 25 كلب، هول الكلاب اللي بيكونوا عليهم النار، بدك تذبح 25 كلب بالزومبي. قبل اخر تحدي بيقول لك اذبح 100 زومبي بالراس، يكون معك اي ار اصل الطريف، حيالله اي ار عندك اياه. اخر تحدي بيقول لك اذبح 125 ذبحه بالباتل رايفل، انت وحاطط 4 بريكات او نوش، يعني حاطط 4 بريكات، حط 4 بريكات بالسلاح عادي او 4 مشاريب، لا هون 4 بريكات، بعتقد
اربع بريكات بالسلاح. هلا انت حط سلاحك كله بريكات واشرب مشاريب، لان امراض البيركس يعني امراض يا بتكون بريكات يا بتكون المشاريب، بس انا بظن انه البريكات تعول السلاح. بالنسبة للباتل رويال سهلين كثير، انا فت دغري عملتهم بالباتل رويال ماتشين، واحد يعني دقين بالبلاندر بطور الغنيمة خلصتهم كلياتهم. في عندك هولي الاربعة، الخريطة الكبيرة شباب، الخريطة بتاعت البلاندر او طور الغنيمة او خريطة الباتل رويال، الخريطة الكبيرة بدك تعمل اربعة يعني اربع خرائط، خريطة مؤلفة لاربع جزر عفوا، كل جزيرة بدك تلوث 30 صندوق ب 30 ب 30 ب 30 وبيخلص عندك الاربع تحديات. اما في عندك هذا التحدي اللي انا عامله بدك تعمل اسيست، يعني يا تساعد يا تذبح 7 لعيبة، سهل كتير. هذا التحدي بيقول لك انه تطلع بالورزون حتى بالريسيرجنس بيزبط معك او بحي الله موت تطلع توب 10 7 مرات. اما اخر تحدي فيك تعمل 20 مهمة بالورزون باتل رويال بالريسيرجنس. شباب هول الاربعة بتعملهم بخريطة وحدة فقط لا غير، ليحسبوا لكم اياهم بالخريطة اوزبكستان، الخريطة الكبيرة هيدي الخريطة شباب، بس لكم عليها يا هيدي الخريطة شباب، يا هيدي الخريطة، هيدا طور الغنيمة، يا اما بتروحوا على الباتل رويال هول الخرايط. انا بفضل بتروح على طور الغنيمة يخلص دغري معك، بتقفل هاي شباب شفتوا تحت سكواد فيل، بتقفلها لحتى تنزل بنفس المكان. خريطة مقسمة لأربع أجزاء بتلوت وبيخلص معك 4 تحديات، وهونيك بتطلع توب وكمان أو بتعمل أسيست لـ7. طيب هلأ شو بيطلع لنا من هيدا الأسبوع التاني؟ بيطلع لنا شوتجن، شوتجن بس شوتجن مسامير أو عبر ضغط الغاز، لك سلاح حلو بس إنه أكيد منه فعال، ما بعرف إذا في بقلبه شي حدا بيعمل له بصير فعال، بس خليني أخبركم عليه لحتى نحسب. نحن ننتقل للشوت جانات، هول الشوت جانات اسمه ام اكس، هذا الام اكس بضغط عليه اكس بتركبه، بنحط مربع وبنحط الكونفرجن كيت بيصير هيك فاير ريت بيقل كتير، بولت فلوستي بيقل بس بيزيد البول بروجكتي. طيب خليني بس لحتى اضبط اكس عليه بلا ما اعدل فيه لحتى افاجئكم كيف شكله وشو هو. شفتوا الساعة اللي هاي اللي على شمال الضغط، هو عبارة عن ضغط هواء. حارمي هون لفرجيكم، شايفين يا مسمار يا شي سنج صغير، مسمار صغير بعتقد اللي اختفى، هيدا مسمار صغير. طيب خلينا نشوف اذا حطينا، حاطين احنا 3 بليتات، خلينا نقرب لهون نقيم قد ما فينا لهون، ضرب 2. طيب اذا نحن عملنا على الجسم لنشوف، ضرب 2 من ضربين بيموت عندك. طيب شو فينا نقدر نعمل له؟ المخزون مقفل عندك، البارل الرير كله مقفل، الامينيشن مقفل، وتريجر اكشن مقفل، يعني ما عندك خيارات كتير، يعني ما فيك تحط الا ناضور، اذا بدك تحط هيدا الناضور. في عندك الستوك ممكن انت تعمله، وبعد عندك ليزر، خلينا نحط ليزر مع انه السلاح فيه بقلبه ليزر يلا هيدا ليفتح سكوبه على السريع. وعندك الكاتم ما بعرف شو بفيد، خليه هاي، يعني احنا هلا حطينا كل شي في بقلبه. موفمنت سبيد ما عادش فيه. طيب خلينا ننتقل للفاير رينج نشوف شو صار بالسلاح. هيدا هو في ضغط هواء، عبر الضغط الهواء مسامير صغيرة، ايوه علق كان، يلا منيح المعلق. هلا نشوف من هون، وحدة 2، شوف من هون وحدة 2. طيب هات لنشوف هذا اللي بعيد، اللي بعيد اذا نحنا وقفنا محل بعيد. ما كتير فيك تقدر، خلينا نثبت شوي ايدي بعد ولا مصيبة. طيب ما عم نصيبه، هرجع عيد اخر مرة اعمل ماونت هون. انا عم صيب بدي على الجسم، ما بصيب ما بصيب نهائيا.
بدك تعلي شوي ايدك لفوق يعني لهون لنقول. اوكي بدك تعلي ايدك لانه الفاير ريت عنده كتير بطيء. ما بعرف هالسلاح شو حيفيد، هات اجرب من بعيد. اذا انا عليت ايدي لهون مثلا وحده، بدك تعلي ايدك اعتقد ضربين منيح. اذا بتحط له سكوب عالي ممكن يمشي الحال، والله ما بعرف. جربوا اكتبوا لي بالتعليقات. يعطيكم الف عافيه وان شاء الله بنشوفكم بمقاطع تانية.